بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 53. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل الكلام في الاستفادة من الآيات السابقة من قوله تعالى ولله ملك السماوات والأرض إلى قوله إنك لا تخلف الميعاد من آخر سورة آل عمران. وقلنا في حلقات سابقة بعض ما يستفاد منها، ويستفاد منها أيضا إثبات صفة الخالقية لله سبحانه وتعالى. ربنا ما خلقت هذا باطلا، فأسند الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، ففيه إثبات الخالقية لله سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي يخلق، والخلق صفة من صفات أفعاله سبحانه وتعالى يفعلها متى شاء. وأما الخالقية فإنها صفة ذات لا تنفك عنه سبحانه وتعالى أزلا ولا أبدا. ويؤخذ من هذه الآيات مشروعية التفكر في مخلوقات الله لأجل الاستدلال بها على عظمته ووجوب عبادته سبحانه وتعالى، لا أن الإنسان يتفكر فيها وينظر فيها من أجل الترويح عن النفس والتنزه كما يسمونه، فهذا شأن البهائم. وإنما المسلم تفكر في هذه المخلوقات ليستدل بها على عظمة خالقها سبحانه وقدرته وعلمه واستحقاقه للعبادة. هذا هو الذي يستفيد من التفكر في مخلوقات الله عز وجل. ويؤخذ من هذه الآيات بطلان عبادة ما سوى الله ممن لا يخلق شيئا، كما قال سبحانه وتعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه تشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، فالله جل وعلا هو الذي يخلق وهو الذي خلق ويخلق وهو القادر على الخلق كما يشاء سبحانه وتعالى، فهو الذي يستحق العبادة، ومن عبد غيره فقد عبده بالباطل، لأنه جعل يسوى المخلوق الضعيف بالخالق القوي القادر سبحانه وتعالى. ويؤخذ من هذه الآيات أن الله لم يخلق خلقه عبثاً، أو خلق خلقه لمجرد إيجاد الشيء بدون فائدة وبدون نتيجة، وإنما خلقه سبحانه وتعالى لمصالح عظيمة، خلقه للدلالة عليه سبحانه والدلالة على استحقاقه للعبادة. ولهذا يقول هؤلاء الذين يدعون الله عز وجل ربنا ما خلقت هذا باطلا، أي بدون حكمة وبدون فائدة. فالذين لا يؤمنون بالبعث ولا يؤمنون بالجزاء والحساب، هؤلاء وصفوا الله بأنه خلق هذا الخلق عبثا وأنه ليس له نتيجة، كما قال سبحانه فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون،
كما في قوله سبحانه: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فيؤخذ من هذه الآيات تنزيه الله جل وعلا عن العبث وما لا يليق به سبحانه وتعالى. ويؤخذ من هذه الآيات مشروعية التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، فإن هؤلاء كرروا لفظ ربنا 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 ربنا، هذا من التوسل إليه بربوبيته، والربوبية صفة من صفاته، والرب اسم من أسمائه سبحانه وتعالى. قد قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ويؤخذ من هذه الآيات فائدة عظيمة، وهي التوسل إلى الله جل وعلا بالأعمال الصالحة. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، والإيمان عمل صالح، وتوسلوا إلى الله بإيمانهم واتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم. ويؤخذ من هذه الآيات أن الدين إنما يتلقى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يحدث شيء في الدين لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ويؤخذ من هذه الآيات فضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فإنهم إنما اهتدوا بسبب دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك الدعاة إلى الله من بعده فإنهم سبب للإيمان، ولذلك ينالون من الأجر الثواب العظيم. قال تعالى وقال سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لأن يهدي الله فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ويؤخذ من هذه الآيات أيضا وجوب الاستماع لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل من يدعو بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الاستماع لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم الاستماع للقرآن الذي جاء به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن القرآن يدعو إلى الله، وكذلك الاستماع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها دعوة إلى الله. الله جل وعلا يقول: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذه مهمة الرسول كإخوانه من الرسل، مهمتهم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ومهمة أتباع الرسل الدعوة إلى الله عز وجل. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.